نشرة الخامسة من التلفزيون المصري. مشاهدينا الكرام أهلا بحضراتكم، أهلا بك سليمان. أهلا بك، ونبدأ بالعناوين مع حضراتكم في نشرة الخامسة من التلفزيون المصري. خلال القمة المصرية الصينية في بكين، الرئيس السيسي يؤكد الحرص على وصول التعاون الثنائي بين البلدين لآفاق أرحب في العديد من المجالات. خلال لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني على هامش القمة الإفريقية، شكري يؤكد أهمية تهيئة المناخ لإحياء مسار المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي أخبار الرياضة نتابع: سلبية المسحة الطبية لجميع أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم استعدادا لنهائي أمم إفريقيا أمام السنغال. تفاصيل نشرة، مشاهدينا الكرام أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على البناء على القوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسؤولين في مصر والصين، سعيا نحو الوصول بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال مباحثات القمة التي عقدها الرئيس مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، والتي تطرقت إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. نتابع المزيد في سياق هذا التقرير. في اليوم الثالث لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصيني وكبار القادة والمسؤولين في بكين تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كذا سبل دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أحمد العناني، الباحث في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أستاذ أحمد بعد التحية ومساء الخير، يعني هناك قمة مصرية صينية عقدت في بيجين في الصين وشهدت توافقا كبيرا بين الزعيمين إزاء القضايا محل اهتمام مشترك، يعني ترى ما هو مردود هذه اللقاءات المنتظمة لكبار مسؤولي البلدين على العلاقات الثنائية بين مصر والصين اقتصاديا تحديدا؟ شكرا جزيلا، برحب بك استاذ محمد وكل الساده المشاهدين. بكل تاكيد هي زياره تؤكد متانه العلاقات المصريه الصينيه ومدى خصوصيه هذه العلاقه من خلال مشاركه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاحه لدوره الالعاب الاولمبيه الشتويه المقامه في بكين. بكل تاكيد هناك يعني علاقات استراتيجيه وعلاقات راسخه ما بين كل من القاهره وبكين، وهناك تفاهمات في العديد من الملفات. هذه الملفات لو تحدثنا عنها ربما تنقسم الى ملفات سياسيه وملفات اقتصاديه. لو هناخذ الملفات الاقتصادية يعني كلها يعني من الحقيقة الملفات الهامة، الصين تعول كثيرا على القاهرة، القاهرة هي بوابة لإفريقيا والكل يعلم أن هناك استثمارات تريد حقيقة الصين غاز القارة الإفريقية، فبالتالي بتركز على استثماراتها في القاهرة. وأيضا لو لاحظنا في الفترات الأخيرة من زيادة حجم التبادل التجاري وصل العام الماضي 19 مليون و700 ألف دولار، يعني الأمور تريد حقيقة يعني سد الفجوة في الميزان التجاري الصين. وأيضا يعني القاهرة تريد مزيد من الاستثمارات في ظل حقيقة المشاريع القومية الواعدة والأسواق المصرية الواعدة في واقع الأمر، خاصة من المشاريع اللي يعني قام بافتتاحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل استراتيجية الدولة المصرية رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. هناك المشاريع والعديد والعديد من المشاريع. على ذكر هذه المشاريع أستاذ أحمد، يعني إذا تحدثنا عن التنسيق بين القاهرة وبيجين في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، وأيضا ماذا عن انعكاس ذلك على القضايا محل اهتمام مشترك ومكافحة الإرهاب أيضا؟
يعني بكل تأكيد ملف مكافحة الإرهاب هو ملف استراتيجي وملف الحقيقة يلي الحقيقة يعني أهمية ما بين الجانبين المصري والصيني. أيضا هناك ملفات هامة في المنطقة، لا ننسى أن يعني الملف الليبي أيضا تشارك فيه الحقيقة الصين، ويعني تؤخذ في الاعتبار رؤية الدولة المصرية، وهناك توافق كبير على استقرار الدولة الليبية وإقامة انتخابات وطرد الميليشيات. كل هذه الأمور في واقع الأمر هي تتعلق بمكافحة الإرهاب، لأن هناك جماعات إرهابية وجماعات متطرفة يعني من بعض او عزت من بعض الدول الاقليميه في الحقيقه المنطقه لليبيا. ومن ثم اعتقد ان التوافق هنا المصري الصيني على يعني تفكيك اسلحه الميليشيات وطرد المرتزقه والقوات الاجنبيه حتى يكون هناك عمليه استقرار داخل ليبيا. ايضا القضيه الفلسطينيه القضيه المركزيه، اعتقد انه كلما يعني ذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول شرق اسيا لاوروبا لافريقيا هو يحمل على عاتقه القضيه الفلسطينيه وحل الدولتين على حدود 67. ما زالت مصر الحقيقه راس حربه يعني الدول العربيه في مواجهه العدوان الاسرائيلي وفي العمل على استقرار وحل الدولتين. ومن ثم اعتقد انه كثير من القضايا العالقه في المنطقة حتى على المنطقة على الأوضاع الدولية ويعني توتر الأوضاع الدولية بين أوكرانيا وروسيا، أعتقد سيكون هناك يعني الحديث من زعماء الدول الموجودين في بكين حقيقة لتخفيف هذه حدة الحقيقة التوترات ما بين كل من يعني روسيا وأوكرانيا. نعم، يعني نأمل أن يتمخض هذا اللقاء بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ عن المزيد من العلاقات بما يصب في مصلحة مصر والمنطقة العربية. الأستاذ أحمد العناني الباحث في العلاقات الدولية عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. وخلال زيارة الحالية للعاصمة الصينية بكين، أجرى رئيس السيسي محادثات جانبية مع عمران خان رئيس وزراء باكستان والرئيس شوكت ميرزاييف رئيس أوزباكستان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي والأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مأدبة الغداء الذي أقامها رئيس الصيني شي جين بينغ على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24. تتواصل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات الدورة 35 لقمة الاتحاد الإفريقي، ويرأس وفد مصر في القمة التي تستمر يومين وزير الخارجية سامح شكري. تتناول القمة مختلف القضايا المطروحة على الساحة القارية بينها حالة السلم والأمن ومواجهة تداعيات جائحة كورونا وظاهرة التغير المناخي، فضلا عن التكامل الاقتصادي والاندماج القاري. علي هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا التقى وزير الخارجية سامح شكري رئيس الوزراء الفلسطيني. وخلال اللقاء أكد شكري موقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية وأهمية تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات سعيا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيق قد دعا أمام القمة الإفريقية، دعا الاتحاد الإفريقي إلى سحب وضع المراقب الذي منح لإسرائيل في يوليو الماضي، ووصف أشتيق هذا الوضع بأنه مكافأة غير مستحقة للانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اهتمام القيادة السياسية بمتابعة حركة التشييد والتنمية التي تشهدها مدينة العالمين الجديدة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من موقعها المميز الذي يؤهلها لتكون مقصدا سياحيا مهما ونقطة استقطاب للاستثمارات العالمية. جاء ذلك خلال زيارته للمدينة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بها، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية إسراع وتيرة تنفيذ جميع المشروعات بالمدينة وفق البرامج الزمنية المقررة، ووجه بتشغيل السينمات والأماكن الترفيهية مع حلول فصل الصيف القادم وبتشغيل الشبكة المخصصة لتصريف الأمطار في المدينة. هذا وقد بدأ رئيس الوزراء زيارته لمدينة العالمين الجديدة بتفقد عدد من الأبراج الشاطئية ونماذج للوحدات التي تم الانتهاء من تشطيبها بأحد الأبراج الشاطئية.
يأتي هذا في ظل متابعة رئيس الوزراء لموقف التشييد بالمدينة وللتأكد من سرعة التنفيذ وجودته، كما تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المدينة التراثية التي تقام على مساحة 260 فدانا والتي بلغت نسبة التنفيذ في بعض المباني بها 85%. كما تفقد رئيس الوزراء مشروع المنطقة الصناعية بالمنطقة الجنوبية لمدينة العالمين الجديدة والتي تقام على أكثر من 5500 الفدان. وفي هذا الإطار شدد مدبولي على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بها من أجل بدء تشغيل المصانع واستقطاب عدد أكبر من الاستثمارات. هذا وشهد رئيس الوزراء التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بالمنطقة الجنوبية للمدينة والتي ستعمل بطاقة تصل 90,000 متر مكعب في اليوم. وصل كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الخدمية التي تنفذها الوزارة، حيث تابع التجهيزات النهائية لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT ومراحل التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للمشروع والتي تمتد من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة، وذلك تمهيدا للافتتاح. وقد تفقد أيضا وزير النقل محطة عدلي منصور والتي تجري بها أعمال التشطيبات واللمسات النهائية والجمالية لمكونات المحطة، واطلع على معدل رفع كفاءة خط القاهرة السويس في المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35 كيلومترا. مدينة المنصورة الجديدة مدينة مصرية من مدن الجيل الرابع وتقع بمحافظة الدقهلية وتطل على البحر المتوسط. المدينة أنشئت بهدف إقامة مجتمع عمراني متكامل الخدمات على أحدث النظم المعمارية في العالم. نتابع. المنصورة الجديدة أول مدينة عصرية من مدن الجيل الرابع بدلتا مصر، أنشئت في محافظة الدقهلية لتبشر بالخير لميلاد الجمهورية الجديدة. تمتد المنصورة الجديدة بطول 14 كيلومتر على الطريق الساحلي. موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط ثلاث محافظات هي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، جعلها واحدة من أفضل المدن السكنية الذكية التي تحقق حلم الشباب. في المنصورة الجديدة تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 7000 وحدة سكنية ما بين الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل والإسكان المتوسط في مشروعي جنة وسكن مصر، وتتجاوز استثمارات المدينة 60 مليار جنيه. تضم المدينة جامعة المنصورة الجديدة وهي إحدى جامعات الجيل الرابع التي تعتمد الدراسة بها على نظام التعليم وجها لوجه مع تطبيق أنظمة الدراسة التفاعلية والأنظمة الذكية ببرامج حديثة تتواكب مع سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. المركز الطبي بالمنصورة الجديدة صرح طبي تكنولوجي يوفر خدمة طبية متميزة لقاطن المدينة ومحيطها، وهو يتواكب أيضا مع توجهات الدولة بتفعيل منظومة التأمين الطبي الشامل لتخدم كافة شرائح المجتمع. تتميز المنصورة الجديدة بطابعها الخاص حيث تنفرد بارتفاعات وتصميمات وألوان مبتكرة، إضافة إلى الطرق والبنية التحتية وإسكان لمختلف الفئات السياحي والمتوسط والاجتماعي، لتصبح المنصورة الجديدة نقلة نوعية في الدلتا تستوعب أكثر من 1.5 مليون نسمة تتوفر لهم جميع الخدمات التي يأملها المواطن. فيما عرفت المنصورة بتاريخها المجيد كمدينة بطولات تصدت للحملات الغربية، ها هي المنصورة الجديدة تتوج قصة نضال لتصبح عاصمة الدلتا الجديدة. محمد شلآمي، التلفزيون المصري. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن الأمية والزيادة السكانية يأكلان ما تحققه التنمية مما يؤثر على جودة حياة المواطن. تصريحات الوزيرة جاءت على هامش المؤتمر السنوي الثامن لتعليم الكبار والذي أقيم تحت عنوان تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي. نتابع مع حضراتكم. محو الأمية حق للإنسان وتنمية للأوطان من أجل حياة كريمة، هذا ما أكده المشاركون في المؤتمر السنوي الثامن لمركز تعليم الكبار
بجامعة عين شمس. النهاردة بنقف كشركاء مع بعضنا البعض لنستكمل مسار مصر بلا أمية، وإحنا كوزارة التضامن الاجتماعي كنا أطلقنا محو أمية مليون مواطن ومواطنة تحت مظلة حياة كريمة. النهاردة كنا بنتكلم على أن الأمية والزيادة السكانية هم شبحان يهددان التنمية في مصر. وقال المشاركون إن مشكلة الأمية في الوطن العربي ما زالت تعوق مسارات التنمية المختلفة. بنتكلم على الكبار والصغار، احنا بنطور في المنظومة بحيث ان هو كل شخص يقدر ان هو من خلال التعليم الجيد ان هو يمارس النشاط بتاعه، يبتدي يفتح لنفسه مشروع، المشروع دوت يقدر يجيب دخل حقيقي بيه، وفي نفس الوقت يساهم في الثورة الصناعية اللي بتحصل في مصر الجديدة. وطالب المشاركون بضرورة توحيد الجهود للقضاء على الأمية وسد منابعها في الوطن العربي وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة أمام المتحررين من الأمية. نتكلم على موضوع ريادة الأعمال وربط تعليم الكبار بالنواحي الاقتصادية والإنتاجية، وإزاي نركز على تنمية مهارات الدارسين الكبار، لأن محو الأمية أو القرائية اللي هي الأبجدية ليست هدف في حد ذاته، ولكن هي وسيلة من أجل تحقيق حياة أفضل لكل المواطنين. وتبلغ نسبة الأمية في العالم العربي ما يقرب من 21%، وحذر المشاركون من أنها قد تزداد مستقبلا ما يؤثر سلبا على نسبة التحاق الأطفال بالتعليم النظامي وزيادة الفجوة بين الجنسين. من جامعة عين شمس، محمود العزالي، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان في محافظة البحر الأحمر ضمن أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر، الذي أطلقه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة والسكان. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم عقد ندوات ثقافية ولقاءات للتوعية المجتمعية ضمن المبادرة الصحية الرئاسية 100 مليون صحة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس بالمحافظات تزامنا مع تعديل أسعار البنزين. وأكدت وزارة التنمية المحلية أن تعريفات ركوب جميع السيارات للنقل الجماعي والسيرفيس بمحافظة الجمهورية كافة ثابتة كما هي دون أي زيادة، مضيفة أنه يتم إجراء حملات تفتيش بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السيرفيس والنقل الجماعي الذي يتضمن خط السير والأجرة المقررة. وصلنا إلى نهاية الخامسة من التلفزيون المصري، وتبقى أخيرا تذكير بأهم العناوين. خلال القمة المصرية الصينية في بكين، الرئيس السيسي يؤكد الحرص على وصول التعاون الثنائي بين البلدين لأفاق أرحب في العديد من المجالات. خلال لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني على هامش القمة الإفريقية، شكري يؤكد أهمية تهيئة المناخ لإحياء مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني مسبيرو.إيجي. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.